دي فور دو ها واحد من الناس اللي ما استفدوش من السوق النموذجي المبادره الوطنيه اللي عطانا سيدنا الله ينصرو. بغينا نعرفوا حنا مسجد سلام كل شيء استفد الا السوق ما استفدش، وكاينين شي اشخاص من الناس استفدوا، بغينا نستافدوا بحالنا بحال الناس كاملين. ترى كله الله يحسن العوان، كله هز اسره، كله عنده وليدات، كله والله اللي عالم. المهم بينا حنا نستافدوا بحالنا بحال الناس المسؤولين، والناس اللي في الجمعيه يعطونا حنا حقنا بحالنا بحال قاع الناس اللي استافدوا في السوق النموذج. انا شي 15 عام هادي وانا هنايا، وانا دايره فراشه راه في مفرشه، وكان نترزق الله سبحانه وغاه جانا، ما عندي الراجل ميت، والان حنا ما شدينا والو، حنا قاصين غير كنرجعوا الله سبحانه، ما عندنا شيء، عندنا الله في ملكه وسمه. لا ما استفدت والو، هاني باقيه مع المواطنين ندير خريري، شتي قاعده في الزنقه، وهذا الشيء اللي عطى الله سي وليدي، هذا الشيء بينا نقول لكم الله يحفظكم، والله ينجحكم، الله يحفظ لنا مالكنا. انا من الناس اللي ما استفدوش من السوق النموذجي ديال كوكي، انا 14 عام وانا في هذا السوق مسجد السلام. حنا هاد الناس هادو بغينا نعرفوا علاش حنا تقصينا من هاد الاستفادة هذه اللي استفدوا منها الناس اخرين اللي ما عمرهم ما دخلوا السوق واستفدوا منها، وحنا لولاد المنطقة، ولاد المنطقة وكنبيعوا ونشروا 14 عام وانا في هذا السوق هذه وما استفدناش. هزوا منا شي ناس من هاد البلاصة هذه استفدوا، وحنا ما عقلوش علينا، حنا كيقول حنا ما كاينينش مقصيين، حنا بغينا نعرفوا ريوسنا علاش مقصيين. المبادرة ديال سيدنا الله ينصرو عاطيها للشباب، هما الاولين يخدموا في هذه البلاد هذه، حنا ما شديهاش الشباب، شدوها الشياب، ناس عندهم التقاعد وشادين بلايص، ناس عندهم الهرايا، الهرايا كيشد بلاصه، دري عنده 14 عام شاد بلاصه في السوق، يعني بحال الدري مخارط معاهم عنده عام، واش عنده عام خارط معاهم في السوق؟ النداء ديالنا خويا، بينا النداء ديالنا يوصل خويا للناس كبار، خويا الناس مسؤولين خويا الكبار بيناهم يفتحوا تحقيق في هذا الشيء خويا، راه حنا ضايعين. رحنا دابا ما عندنا والو، عندنا الله سبحانه وتعالى ولا عندنا عاودوا هادشي. مشي راجل عنده 80 عام شاد بلاصه، وواحد عنده 20 24 30 عام ما شادش بلاصه، راه عيب. هادي ندعموا الشباب، راه الشباب ولا خاصو يهز البلاد هادي، الشباب ضايع في هذا الوقت خويا، كله فين تلا في هذا الوقت، راه حنا مشينا عندنا الله خويا. لا السوق هذا بالضبط، هاد مسجد السلام، علاش واحد ما جاش عندنا؟ واش حنا ما كنبانوش لي 10 سنين حنا كنحطوا شي ناس تما شادين البلايص، ما عندهم لا علاقه مع بيع الشراء، لا ديال الحوت، لا ديال يعني لا تا علاقه. الناس عندهم هرايا، عندهم حوانت ديال الدجاج، شادين البلايص تمايا، خاصهم حاليا ما حد باع واحد الفرصه يجوا عندنا المسؤولين يتسوقونا. يتسوقونا، يقول لنا اخويا اش غدير واش غدير واش غدير. ماشي غيدخلوهم من مورا رمضان تمايا ويجوا يحيدونا حنا من هنا. واش الناس تخدموا وحنا نبقاو مريحين؟ بين هاد الناس يشوفوا من حالنا، هاد الناس اللي عطاو المولين السوق، وحنا حتى كتشوف الحاله كيفاش، وعندنا الوليدات والكرا، وها الكريري ساكن تما عايش منا، ما كايناش شي حاجه البديل، شي حاجه البديل اللي غادي تبدل مثلا شي صنيعه ولا هادي اللي غتبدل من غتلاح احمر السوق، ما بغاني يعطوك حتى شي بلاصه، فين تصورت تلقاو الدير؟ الناس المسؤولين يشوفوا من حالنا، حنا الناس السوق حنا يديروا لنا بلايصه، فين نروحوا؟ بغا يحيدونا من هنا فين غنمشوا؟ ما كاينش فين غادي نمشيو من اللي غنحيدونا من هنا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.